طبعا الدنيا اتقلبت من امبارح بسبب مريم فارس، قالوا اللي هي اهانت مصر، وطلعت في مؤتمر موازين وقالت الكلام ده وكله وجه لها انتقاد كبير. ايه موقف النقابة؟ والله خلينا نقول ان هي اخطات، اخطات. طب هي صلحت خطاها ده، هل اخطاها عن قصد او عن عمد ولا بدون عمد؟ هي وضحت ده في اعتذار رسمي قدمته للنقابه واتصال بالنقيب. السيد النقيب تفهم وقدمت الاعتذار في تفسير كامل للكلمه، ان اللكنه اللبناني غير اللكنه المصري، اتفهمت كده. هي ثقيله، غير ما تقصدش ان هي تقيله على يعني اكبر من البلد، لا، هي تقصد حفلاتها بقت تقيله على المتعهدين. هي فسرت ده وقالته بسرعه جدا، يعني استجابت بسرعه جدا. بس كده لا، عملت فيديو قالت فيه ان الشعب المصري ده كان انطلقت من لبنان لكن شهرتي كانت من مصر، ومصر هي اللي ليها الفضل الكبير، وادتنا ده حقنا، يعني ما قالتش حاجه من عندها وما بتجاملناش كمصر يعني. لكن في الاخير يعني بالبلدي عندنا بقول لك، لو حد غلط وقال انا ما غلطتش وهحقكم عليا، فاهمه. لكن يعني انا مش شايف ان احنا ممكن نكبر الموضوع اكتر من كده يعني. يعني قالوا اللي هي اعتذارها للنقابه ده مش كافي اعتذارها لمصر عامه، ده اللي اتقال على السوشيال ميديا، انت رايك ايه؟ هي بتشتغل ايه؟ مطربه. طيب يبقى المفروض لما هتروح، يعني انا صحفي، لما هروح اعتذر لمين؟ نقابه الصحفيين. فهي لما جت تعتذر اعتذرت للبيت اللي بيأوي كل هذه النجوم، فده الطبيعي. لكن هتروح تعتذر اي جهه، هتقدم اعتذار اي جهه تقول لك انا غير ذو صفه. ولكن لما اعتذرت للنقابه، هل اعتذرت للنقابه والنقيب؟ لا، هي اعتذرت للنقابه والنقيب في شخص مصر، وقالت انا بعتذر للشعب المصري وبقدم اعتذاري للدوله المصريه وللشعب المصري في صفه نقابه الموسيقيين وامير الغناء العربي الفنان هاني شاكر. فيعني مش ليه احنا بنمسك في الحتت يعني. والسوشيال ميديا يعني طبعا هي مقياس ومعيار دلوقتي بيعبر عن مدى سعاده وغضب الشعب، ولكن هناك استجابه من الخطا لتصحيح الخطا، فاعتبرنا ده واخذنا ده في الاعتبار وشفنا مدى تبريرها القوي واصرارها على التبرير فقبلنا ده. يعني هي كلمت هاني شاكر، قعدت تشرح له الموضوع، ويعني قعدت تكلمه قد ايه؟ يعني تحكي لنا على التفاصيل شويه. هي حكت المكالمه، حكت فيها كل اللي حصل، وحكت الكلمه اللي اتفهمت غلط، واللكنه اللبنانيه اللي بتفهمت غلط باللغه المصريه، وفهمت الاستاذ هاني يعني مقصودها الحقيقي ايه، وتتفهم هو الكلام ده. راحت بعت، ما استكفتش بكده، راحت بعت اعتذار رسمي، ما استكفتش بكده، عملت فيديو حطيته على صفحة بتاعتها وتداول الفيديو كل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا. أنا هقولك برضو اللي اتقال على السوشيال، قالوا اللي هي غلطت في مؤتمر كل الناس نشرته وكل الناس زعته، لكن لما جت اعتذرت بفيديو على السوشيال، مثلا ما عملتش ده ساعة الحفلة، بعد أو قبل الحفلة طلعت قالت أنا بعتذر للمصريين، أنا ما كانش قصدي، يعني ما طلعتش في حفلتها وقالت ده. ما هو الحفلة كان المؤتمر يبان الحفلة قبل الحفلة على طول، فما كانش فيه المردود، ما فهمتش اللي حصل ده الا بعد ما نزلت على الستيج. لكن انتوا بتقولي ان السوشيال ميديا او الراي العام بيقول ان هي عملت ده في وسائل الاعلام، طب ما هو الرد صدر، الاعتذار بتاعها صدر بيان عن نقابه المهن الموسيقيه رسمي، تم نشره في كل وسائل الاعلام، والدليل انا مع حضرتك اهو بنقول بنتكلم على الموضوع. صحيح. فهي دي برضه مسامحه هاني شاكر لمريم بعد اعتذارها، كله قال يقول لك ليه ما عملش كده مع شيرين، وليه يعني ادى شيرين وقت كبير جدا عقبال ما قرر النقابه ووقفها عن الغنى رجع، ولكن مريم مجرد ما كلمته الموضوع خلص. انا بنقل لك اللي بيتقال. كويس، ده موضوع تاني يعني. شيرين طبعا خلاص الموضوع خلص، مش حابب اتكلم فيه، ولكن شيرين هو مره واثنين وثلاثه، ما كانش اول مره وما كانش ثاني مره وما كانش ثالث مره. لكن مريم هي خطا، هي اول مره وتدرجته في ساعتها، يعني ما سابتش لحظه، يعني ابدت لا ما اقصدش، لا ما عملتش، لا ما مصر فوق راسي، لا ما، فطبعا خلاص الموضوع يعني، فاهمه. لكن الموضوع التاني كان اتكرر مره واثنين، فكان لازم يبقى فيه قرار يعني.